هكذا كان حال اللاعب السابق لمولودية وهران والمنتخب الوطني الحبيب بن ميمون قبل رحلته العلاجية التي كانت إلى خارج الوطن بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. اليوم يعود بن ميمون إلى حضن وطنه وأهله وأصحابه. الحمد لله اللي رحنا في حالة حرجة، وبعد علاج تاع 5 شهور راني رجعت بصحتي الحمد لله يا ربي. ونشكر كل الناس اللي ساندوني وعلى رأسهم رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون اللي كان وقف معايا وعاوني وكاع الأصدقاء. العائلة الصغيرة ورفقاء الدرب عبروا عن سعادتهم بالعودة الميمونة وأشادوا بالالتفاتة الطيبة من طرف الدولة الجزائرية. كنا متفائلين 100% إن شاء الله يعود، وكانت الواجهة مليحة. من رحنا للترك لقينا كل التسهيلات، والشكر خاص لرئيس الجمهورية وقاموا بنا كما يلزم الحال. كانت الواجهة صائبة، مشينا ورأسنا مرفوع. فرحت أن عندما شفته لأن راح في وضعية حرجة وقالها عاود رجع، أنا شفناه يعني كيفاش يعني بصحته. الحمد لله يا ربي اليوم كي راهو معانا هنايا، وإن شاء الله يولي يعني عافي لولاده، وإن شاء الله نشوفه في يعني ظروف أخرى. الحبيب بن ميمون عاد سالما إلى الديار على أمل أن يستعيد كامل عافيته وسط الأهل والأحباب.